شوف انه اهالي الضحايا والمنكوبين هن الثوره الجديده اللي راح تقوم ببدايه التغيير يا توني. لبنان سيشهد زيارات لرؤساء عرب واجانب بالمرحله القادمه، ومنهم بشكل خاص الرئيس السيسي بعد ما بشوفه بزياره للبنان. ماني شايف الاغتيالات رح تنتهي بلبنان بعد يا توني. في موقف من الرئيس عون قد يفاجئ فيه الحلفاء والاخصام والشعب اللبناني. وبنشوف التيار بينزل بالشارع؟ نعم، لعبه الدولار بيطلع للخصام. ال 15,000 ممكن شهر 9 شهر 10 يعني قبل نهايه السنه توني. الشيخ سعد الحريري هو رئيس حكومة الخلاص والحلول لا محالة في المراحل القادمة، راجع وراجع بقوة. ما في بإذن الله كوارث طبيعية، ماني شايفة كوارث طبيعية. في بعد انفجارات متنقلة راح تسبب هلع عند الناس وبالشارع، في دم. في دم بعد على الأرض؟ نعم، ومتخوفة من هالكم يوم، نعم. في خضة بعد بينه وبين العدو الإسرائيلي، نعم في، مش هالحرب الطويلة وبأماكن محددة وبتنتهي بسرعة يعني.